I didn't take any interest with it until the issue blew up and the burning of the book. The Quran is so much more than the other holy books before it. ارتادوا الآفاق في السماء وانظروا واعلموا. Go out and get it. Look, our book says this, and you just discovered the same. قرأت لأول مرة عن إسلام عقيد الشرطة البريطاني ريتشارد فارلي في لقاء له مع صحيفة الشرق الأوسط نشر في 13 من فبراير من عام 2010. كان قد مضى حينها على إعلانه إسلامه 17 عاماً، إذ كان قد نطق بالشهادتين في مسجد لندن المركزي في أغسطس من عام 1993. نطق بالشهادتين أمام شيخ المسجد والداعية يوسف إسلام أو كات ستيفنز، مطرب أغنيات البوب السابق. كان العقيد فارلي يشغل في عام 2010 منصب كبير مفتش وحدة مكافحة الإرهاب في شرطة لندن الكبرى نيو سكوتلاند يارد. بعد مضي 14 عاماً على إسلامه، قام فارلي في عام 2007 بتأسيس الرابطة الوطنية للشرطة المسلمة لتكون خاصة بالنساء والرجال من المسلمين العاملين في سلك الشرطة في بريطانيا، وكان عددهم آنذاك حوالي 2000 شرطي. كانت هناك روابط للسيخ والنصارى، ولكن إنشاء رابطة للمسلمين حققت عدة أهداف، منها تحقيق تواصل دائم بين الضباط المسلمين وأصحاب القرار في وزارة الداخلية والحكومة البريطانية بغرض شرح شعائر الدين الإسلامي لهم. فقامت الوزارة بتخصيص غرف للصلاة في قلب مقر شرطة لندن الكبرى، كما تم السماح للشرطية المسلمة بارتداء الحجاب وتخصيص مصليات لهن، كما أتاحت الوزارة للجميع تناول طعام الإفطار في رمضان في وقته المحدد وتأدية صلاة العيد واحتساب أيامه إجازات رسمية. ويبدو أن ريتشارد فارلي رجل محب للمغامرة والأسفار. ولذا قام ريتشارد فارلي كرئيس لرابطة الشرطة المسلمة بتنظيم رحلات لتوثيق العلاقات بين أعضائها. بعد 17 عاماً مضت على إسلامه، قام ريتشارد فارلي بأداء أول عمرة له في يناير من عام 2010. قال فارلي وهو يصف هذه اللحظة المذهلة في حياته: لا أعلم حقاً ماذا ألم بي ساعة التقت عيناي بالكعبة المشرفة لأول مرة. أنا ضابط مدرب على السيطرة على انفعالاتي، ولكني وجدت دموعي تنهمر على نحو غير مسبوق، وغمرتني موجة بكاء لم أعرف لها سببه، وكأن الزمن قد توقف بي هناك. بعد أن تحللت وقصصت شعري، غمرني إحساس آخر بالقرب الشديد من رضاء الله عز وجل، ووددت لو أني أمضيت بقية عمري في هذا المكان. وتبع ذلك بسفرات متعددة لأداء العمرة برفقة أعضاء من رابطة الشرطة المسلمة. كان فارلي قد أتم دراسته في علم طبقات الأرض الجيولوجيا في جامعة إكستر البريطانية في عام 1982، وكان ممكناً له أن يلتحق بسلك التدريس على سبيل المثال، ولكنه فضل كما قال لأسباب مادية الالتحاق بسلك الشرطة في العام التالي. وكشرطي مستجد كان رؤساؤه يرسلونه دائماً إلى خط الدفاع الأول،
كما يرى هنا في لحظة صدام مع متظاهرين من عمال مطابع الصحف الذين أمر بفصلهم عملاق الإعلام روبرت ميردوخ في عام 1985. ولم يكن لفارلي أن يعلم بحال أن اختياره العمل في سلك الشرطة سيكون ممهداً لحدوث علامة فارقة في دنياه في عام 1989. لقد كان هذا الاختيار سبباً في وقوع ما أسماه الحدث الذي قلب حياتي تماماً. كان الحدث الذي مثل نقطة التحول في حياة العقيد ريتشارد فارلي هو اضطراره للبحث عن نسخة من القرآن الكريم لكي يواجه تحدياً كان مقدراً له. كان حدثاً اشتعلت فيه مظاهرات المسلمين ضد كتاب سلمان رشدي آيات شيطانية، وهو الكتاب المسيء إلى نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم. Well, I'd known about Quran since I was a child from education. You know, it's mentioned at school. I'd never looked at it until the time of the issues around the satanic verses. My wife was bought the novel for Christmas, and I didn't take any interest with it until the issue blew up over the what Salman Rushdie had said and the threats against him and the burning of the book. كان حدثا مقدرا لريتشارد أن يتساءل فيه عن هذا الكتاب الذي يؤمن به هؤلاء. كان غرضه الأساس من قراءة القرآن مهنياً بحتاً. So, out of interest, I sought a Quran and I bought a copy of the Yusuf Ali translation of the Quran in Hampstead from a bookshop and read it because I felt it was something I, as a police officer, needed to know more about because it was such a controversy and it was affecting relationships between Muslims and the community. شاء الله لفارلي أن يقع على واحدة من أعظم ترجمات معاني القرآن الكريم إلى الإنجليزية، ترجمة عبد الله يوسف علي التي نشرها في عام 1938، والتي لا تزال إلى اليوم أكثر الترجمات بيعاً وتميزاً بترتيب صفحاتها الفريد، إذ تحتوي الصفحة الواحدة على 4 أو 5 آيات من الأصل العربي والمترجم في النصف الأول من الصفحة، بينما يشغل تفسير لكل آية النصف الآخر. يوسف علي was the Quran I read to start with. His writing, his translation, is the one I've grown into Islam with. كان فارلي شغوفاً بالعلوم عامة والفيزياء النظرية والفلكية بوجه خاص. I took A-level physics, and I've maintained my interest in physics even though I've become a police officer, and I've used physics in my work on different investigations. And so, yes, my interest in passion in physics continues. My oldest son has just received a Master of Physics from Oxford University and is doing a doctorate in physics. We talk physics at home. We live and breathe it. So, yes, it's not something I'm doing as an amateur. I am doing it as an amateur because an amateur implies that you love something. So I do love physics. So, yes, in that respect, yes, I'm a physicist. وجد فارلي في كتاب الله ما لم يذكر من قريب ولا من بعيد في أي كتاب مقدس آخر ينسبه أصحابه اليوم إلى السماء. ولم يكن سرا كما قال إنه كان كغيره من غالبية الغربيين يشك في قدسية تلك النصوص ومصدريتها الإلهية. In the Gospel of Luke, for example, you are between Adam and Jesus. 76 generations are mentioned. That is not possible. ولما كان فارلي شغوفا بالعلوم وكانت ترجمة عبد الله يوسف علي لمعاني القرآن الكريم زاخرة بقدر وافر
من تفسيرات لإشارات علمية واردة في عدد كبير من آيات القرآن الكريم. فقد تلقى فارلي من كتاب الله دعوات في أكثر من 1000 موضع من القرآن الكريم لإعمال الفكر والتفكر والعقل والتعقل لاكتساب العلم والتعلم. The Quran is so much more than the other holy books before it. ما بين فبراير من عام 1989 حين حصل فارلي لأول مرة على نسخة من القرآن الكريم وأغسطس من عام 1993 حين أعلن إسلامه، بين هذا التاريخ وذاك استغرقت رحلة فارلي إلى الإسلام 4 أعوام دأب فيها على أن يتفكر ويتدبر متنقلا بين الآيات المستورة في الكتاب والآيات المنظورة في النفس والأرض والسماء، يتعقلها بعلم، بينما كانت تستدعي دهشته إشارات علمية واردة في أكثر من 200 آية مقرونة بدعوات إلهية متكررة تحث على طلب العلم والتعلم بالسير في الأرض والنظر في النفس وارتياد الآفاق الأرضية والسماوية. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. كان البرهان القاطع على المصدر الإلهي لكتاب الله المتمثل في ورود إشارات علمية في آيات قرآنية هو العامل الحاسم في وقوع التغيير الأعظم في حياة العقيد ريتشارد فارلي. قال: كانت 3 آيات فقط من بين كثير أخريات هن مدخلي للبرهان الأكبر على المصدرية الإلهية للقرآن الكريم. I was reading the Quran with an open mind, but the Quran purports to be the word of God, brought down by the angel Gabriel to the prophet Muhammad. And if it is, this is God saying, look, this is the word, and I'll give you some evidence. Now, some of the evidence was relevant to people at the time of the revelation, but this sort of evidence is evidence for eternity, and that would gradually be discovered as science took its view of the universe. كان من الطبيعي تماماً لدارس متعمق في الفيزياء النظرية أن تكون الآية 30 من سورة الأنبياء هي أول آية من بين 3 آيات حققت أعظم أحداث حياته اكتشافه الإسلام. أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا. To me, when I read it, I immediately thought of the Big Bang Theory and the formation of the universe. And I thought how strange it was to see something like that in a book which I'd bought with an open mind. إنها الآية التي تشير في كلمتين هما رتقا ففتقناهما إلى الكيفية التي خلق بها الكون منذ وضع ألبرت أينشتاين نظريته مسماه نظرية النسبية العامة في عام 1915، وهي النظرية المؤسسة لعلم الفيزياء النظرية الحديث، والتي قدم فيها وصفا ثوريا لقوة الجاذبية وحركة الزمان والمكان وانحناءات الضوء. وفي عام 1922 طرح ألكسندر فريدمان فكرة كون متوسع تتحرك فيه المادة في كل اتجاه، وقد قام جورج لوماتر بطرح فكرة أن التوسع الكوني لابد أن يكون ناتجاً عن انفطاق أو انشطار لذرة أولية مفردة، ونشر فكرته في عام 1927 تحت عنوان فرضية الذرة الأولية. وبناء على من سبقوه قام جورج جامو بإثبات نظريته في خلق الكون في انفطاق عظيم من ذرة متناهية في الصغر إلى حد لا يصدق، متعاظمة في الكثافة أي الحرارة،
إلى حد لا يعقل. ثم كان اكتشاف أرنو بنزياس وروبرت ويلسون في عام 1965 لوجود إشعاع كوني خلفي متخلف عن الانفطاق العظيم. وقد حصل العالمان بنزياس وويلسون على جائزة نوبل في عام 1978 عن اكتشافهما هذا المشهور باسم الانفجار العظيم. ولكن التعبير القرآني الرتق والفتق يتميز بدقة علمية مطلقة. I felt reading that one line that that was God saying, look, people of knowledge, people who discover things, scientists, I've done this. Here is proof that what I'm telling you here is divine revelation. هل يكفي هذا التطور العلمي الهائل عبر القرن الأخير للبرهنة على الخلق الإلهي لكون فسيح متسارع في التوسع؟ ولمن لم يكتفي بهذا البرهان الساطع ومن أجل إثبات نهائي لنظرية الانفطاق العظيم، قامت وكالة ناسا الفضائية الأمريكية بإرسال القمر المستكشف COBE لقياس إشعاع المايكروويف الخلفي الذي اكتشفه العالمان بنزياس وويلسون في عام 1965 والمتخلف عن الانفطاق العظيم. وقد تم تقدير عمر هذا الإشعاع بأربعمائة ألف عام بعد الانفطاق العظيم، أي بعد لحظة الخلق الكوني قبل 13,798,000,000 عام. أرقام فلكية حقا. أصبح البرهان الآن دامغا بشكل نهائي في عام 1989، وهو العام نفسه الذي بدأت فيه علاقة فارلي بكتاب الله. تتبعت اكتشافات فارلي عن العلاقة بين العلم التجريبي وإشارات علمية قرآنية، وتبين له بوضوح القصد الإلهي من الإشارة إلى هذه العلاقة في كتاب الله الخاتم إلى يوم الدين. And the same verse goes on to talk about every living thing being made of water, and it goes on to say about mountains being fixed in the earth lest it shake with you. So, and then throughout the book, I kept finding little snippets like this that are saying, look at what I'm saying. I'm saying to you, this is proof for people who understand these things, that these words are true. ومدى فارلي يقدم لنا ما أدركه من أسباب لوجود إشارات علمية في كتاب الله. I feel that those signs probably weren't understood when the Quran was revealed, and that's why a lot of the scholarly work then was on the other meanings of the Quran and the interpretation of those meanings. And these verses that we're discovering now were a mystery, by and large. There were some clues in them, but they are there because this is the final revelation of God. It has to last. يشارك فارلي في هذا الفهم مهتد آخر ربما أسلم في عام 1978، هو جاري ميلر، بروفيسور الرياضيات في جامعة تورونتو في كندا، الذي قال في ختام محاضرة له بعنوان ذلك القرآن المذهل: To call the Quran amazing is something that isn't done simply by Muslims who may have an appreciation for the Quran and are very pleased with it, but the book has been called amazing by non-Muslims. Non-Muslims, in fact, people who are very filled with dislike for Islam, have still been surprised at the Quran. They've been amazed at what it has to say. I had the pleasure just about a week ago of interviewing him for a television presentation. We talked a great deal about this. It was illustrated by slides and so on. He mentioned that, in fact, some of the things that the Quran said about the growth of the human being weren't known until 30 years ago. In fact, when he was asked, how do you explain this information in the Quran? How did it get there? His explanation was, it can only be revealed. Now, that's a non-Muslim, but a man who knows. That's all he has to say.
واختتم ميلر محاضرته قائلا: إن هذا جهد ينبغي لنا أن نواصل القيام به طوال حياتنا. هناك مهتد آخر كان قد تواصل مع ميلر وأسلم في العام نفسه الذي اهتدى فيه بارلي إلى الإسلام، عام 1993. إنه أيضاً بروفيسور في الرياضيات بجامعة كانساس الأمريكية اسمه جيفري لانج، الذي يقول في كتابه الصراع من أجل الإيمان تحت عنوان العلم والقرآن: إن ما يشد الانتباه هنا هو أن القرآن كما يقول بوكاي من بين كافة الكتب القديمة التي تصف أو تحاول أن تشرح وظائف الطبيعة يمتاز بأن المفاهيم غير الصحيحة لا تعرف سبيلها إليه، كما يتفرد القرآن بإشاراته إلى كم كبير من الموضوعات المحتوية على مضامين هي من صميم المعرفة العلمية المعاصرة، وذلك دون أن يظهر أي تعارض ولو في آية قرآنية واحدة مع ما توصل إليه العلم الحديث. ويختم لانج هذه الفقرة بعبارة كاشفة: لقد تماشى القرآن مع حدوث تطور في العقل البشري في عصر قادم، عصر يشكل فيه العقل والعلم معيارين نهائيين لإدراك الحقيقة. وكأن البروفيسور لانج كان يستلهم عبارة كاشفة أخرى نشرها قبل 100 عام الكاتب مصطفى صادق الرفعي في كتابه إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، المنشور في عام 1912، يقول فيها: إن في ذكر الآيات الكونية والعلمية في القرآن دليلاً على إعجاز آخر، فهو بذلك يومئ إلى أن الزمن متجه في سيره إلى الجهة العلمية القائمة على البحث والدليل، وأن الإنسانية ذاهبة في أرقى عصورها إلى هذا المذهب. إننا نعيش هنا والآن ذلك العصر العلمي الذهبي. It has to last beyond the period when the prophet was alive. It has to last long into the future. And I suspect, as I believe others do, that other verses that seem obscure now will become clearer to us as science progresses. بعد الانفطاق العظيم وانتثار العناصر كلها في الفضاء يأتي السؤال الطبيعي: إلى أين تتحرك كل هذه المكونات بعد تخلقها من غازات وتراب كوني؟ إنها تشكل ما يسميه القرآن دخاناً في الآية 11 من سورة فصلت، لتصف بوضوح حالة التخلق بقدرة الخالق العظيم في تعبير بياني جميل معجز. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. من هذه الغازات والتراب الكوني يتخلق كل ما في الكون من مليارات المجرات بما فيها من مليارات أخرى من شموس وأقمار وكواكب ومخلوقات من بينها نحن. والسؤال الآن: هل تظل هذه المكونات على حالها في كون ثابت افترضه فلاسفة قدماء وعلماء محدثون قالوا إن الكون ثابت وأنه يدور في مكانه وزمانه هكذا، وأن له بداية بينما اختلف آخرون وقالوا إنه بلا بداية، لكنهم اتفقوا جميعا على أن له نهاية وأنه يدور في مكانه. السؤال هو: هل هو كون ثابت أم أنه مستمر في التخلق والتوسع؟ إنها الآية 47 من سورة الذاريات. والسماء
أبنيناها بأيد وإنا لموسعون. In Surah 51, verse 47, the Quran clearly talks about God expanding the universe with his power. And that to me was very clearly a reference to what we know now about the way the universe is expanding almost at the speed of light in all directions. And something that was only discovered in the last 100 years and referred to by Hubble and other scientists. So this kind of building of the universe with an organized structure seemed to sing through to me from that verse. هذا إنجاز حققه رجل واحد قبل 100 عام. ففي عام 1919 عكف الفلكي الأمريكي إدوين هابل على دراسة حركة المجرات البعيدة عن مجرتنا الطريق اللبنية من فوق قمة جبل ويلسون في كاليفورنيا من خلال عدسات عملاقة مثبتة في منظار هوكر، وكان وقتها أكبر منظار في العالم. ولاحظ هابل شيئا غير عادي. ما رآه هابل هو أن الكون الثابت الموثوق في ثباته ليس ثابتا على الإطلاق، فقد لاحظ أن المجرات تتباعد عن بعضها البعض بسرعات عالية، وأن سرعة هذا التباعد والمسافة بيننا وبين المجرات متناسبة بدقة عظيمة، فكلما تباعدت المجرة تزايدت سرعتها. كان هذا اكتشافا مذهلا أعلن في عام 1929 بعد 10 سنوات من الدراسة والملاحظة. Once again, this is the Quran speaking to us, and God is saying, this is divine revelation. يطرح اللقاء مع شخص غربي أنعم الله عليه بالإسلام له سبحانه، يطرح سؤالا مهما حول الخلفية المعرفية والثقافية للناس في الغرب، وعلى وجه التحديد الكيفية التي يفهمون ويتعاملون بها مع الكتب المقدسة. I think much of the age of skepticism is a Western construct, and the Western tradition has come from the Bible. The Western American, North European traditions have come from skepticism of the Bible, which doesn't have those sort of verses because it's appealing to a much earlier and older audience. The people of the time of the New Testament and the Old Testament. Because that skepticism around the Bible is now pretty much embedded in the West, there's a similar skepticism of holy books. What the Quran needs is more people in the West to see the content of the Quran and see the scientific verses, so that that skepticism of divine revelation can be looked at afresh, and people can understand that there is a holy book that talks to people and talks to modern science and says, this is the way the universe is. The Quran is so much more than the other holy books before it. وبناء على ما يعلنه فارلي من أن لدى القرآن ما هو أكبر بكثير من الكتب المقدسة السابقة عليه، فإنه يؤكد أن تميز كتاب الله عما سبقه يتمثل في هذا التكليف القرآني الفريد باكتساب المعرفة والسعي الدؤوب لطلب العلم. The Quran tasks us as individuals to look further into science, to look further into understanding the universe. And at no point says turn away from science, quite the reverse. And anybody who reads it that way is perhaps being willfully ignorant. It is saying seek knowledge, and it's not saying seek metaphysical knowledge, which you can't, knowledge of the spiritual world. It's saying seek knowledge of this universe you are in. لقد ظل القرآن والعلم توأمين متلازمين خلال عصور الازدهار العلمي، والبرهان حاضر في كتاب الله وفي المنجزات التاريخية للحضارة الإسلامية. وإذا كان الشيء بالشيء يذكر، ففي رسالة تلقيتها من ريتشارد فارلي في 26 نوفمبر 2019، نراه يشير إلى التوأمة نفسها
كتب يقول: لقد تأثرت كثيرا بحجم الإقبال على قناتك على يوتيوب، وهذا يعني أنك تساهم تدريجيا في تغيير الأفكار، وأن الناس عبر العالم قد بدأوا يتفهمون أن العلم والإسلام توأمان. إن فارلي يعتبر طلب العلم فرض عين على أمة الإسلام التي انضم إليها. لقد كان لها طوال 5 قرون من القرن 9 حتى القرن 13 كان لها إسهام جوهري مفصلي في تطور العلم التجريبي الذي تلقفته أوروبا من جامعات غرناطة وقرطبة لتغذي به عصر نهضتها، وهو عصر مستمر إلى اليوم بعد انهيار الحضارة العلمية في ديار الإسلام. And that's why I feel that scientific discovery is a duty for Muslims, for Muslim societies, to push forward scientific discovery so that we can understand the deeper meanings, so that we can understand our own world, our duty to understand ourselves and the universe around us. But I believe that as we do so, the verses of the Quran will reveal more to us and help confirm that this is divine revelation. يكشف فارلي في حديثه عن إحساس قوي متعاطف مع مشكلات العلم في العالم الإسلامي. I think there's almost superstitious view of science in some parts of the Islamic world today, because people see science as the domain of the West and it being Western values that are being promulgated through science. But it isn't the case. Muslims need to understand that they own a great wealth of the history of science in the West. يبدو واضحا أن فارلي يدرك أن هناك مفاهيم مختلفة لدى البعض عن جوهر الرسالة القرآنية. And it is thinking about the whole universe and the wider world. I think many people try to interpret that as keep thinking about the content of the Quran and the content of the Sunnah and the minutiae and detail of whether your beard should be this length or your trousers should be this much off the floor. And it's clearly not saying that, because the Quran talks about these great physical phenomena. It's talking about knowledge of the universe. Go out and get it. في زيارتي الأخيرة إلى لندن قبل بضع سنوات، التقيت العقيد ريتشارد فارلي على الغداء في مطعم مجاور لمقر عمله في شرطة لندن الكبرى نيو سكوتلاند يارد. كان يوم جمعة، وكان اليوم الأخير في خدمته في سلك الشرطة، فقد قرر الانتقال إلى سلك التعليم مدرسا للعلوم بالمدارس الثانوية. تجاذبنا الحديث في المطعم، وأتينا على ذكر حقيقة أن إشارات القرآن العلمية قد بدأت في الورود مبكرا جدا في كتاب الله. فالآية الثانية في تاريخ التنزيل القرآني تحتوي على خبر هو إشارة علمية قاطعة لم يكن أحد يعلم عنها شيئا قبل 14 قرنا. تلوت الآية بالعربية: خلق الإنسان من علق. ثم سألته عن مدى معرفته العربية. As for learning Arabic, I have tried to learn Arabic. I went to evening classes for a year. I received some training at work on learning Arabic. I'm currently attending Arabic classes. My Arabic is slowly getting better. I can just about read a newspaper at the speed of a 5-year-old. But inshallah, it will get a lot better. سألني لما سألته عن معرفته اللغة العربية. قلت إن كلمة علق تترجم إلى الإنجليزية الشيء المعلق، clinging thing، بينما سيتضح المعنى بجلاء إذا عرفنا المصدر الاشتقاقي للكلمة العربية وربطناه بحقائق علم الأجنة. إن كلمة علق العربية لا تدل فقط على فعل التعلق، وإنما يتضمن المعنى إشارة إلى مكان التعلق والغرض من التعلق إذا فسرناها علميا. فكلمة علق هي جمع علقة، وهي هنا بويضة الأنثى التي تم تخصيبها من حيوان منوي من نطفة الذكر،
بويضة تنمو بسرعة وهي تنقسم إلى خلايا كثيرة في الوقت الذي تسبح فيه عبر قنوات الرحم إلى أن تصل إلى رحم الأم بعد 3 أو 4 أيام، فتتجه إلى مكان آمن في جدار الرحم لتعلق به. قرار مكين كما يسميه القرآن. هنا تعلق البويضة وتمد لها جذوراً تخترق الجدار لتنقل لها الغذاء من الجانب الآخر لكي تكبر وتتابع رحلة تطورها داخل رحم الأم. كنت أشير بيدي هكذا وأنا أشرح معنى علاقة علاقة وفعل التعلق متخذة من الثريا الكبرى في سقف المطعم مثالا على تعلقها بالسقف. تثبتها في السقف قضبان للدعم بينما تغذيها من الجانب الآخر أسلاك كهرباء فتضيء الثريا كما تتغذى البويضة من غذاء الأم. هنا هتف فارلي: الله أكبر! لم أكن أعلم هذا كله من الترجمة الإنجليزية. يوسف علي was the Quran I read to start with. I have many other translations at home. The King Fahd Hilalian Khan is one I have several versions of, annotated and otherwise. But I have a number of others. I find for scholarly work on the Quran and trying to understand the deeper meaning, I go to a website, the Quranic Arabic Corpus, where it's a breakdown of every word and syllable of the Quran into its original grammatical meaning at the time of the Prophet. ربما كانت هناك حاجة اليوم لترجمة جديدة لمعاني القرآن الكريم. I think it would be helpful to have not a new translation, but a book like the website, the Quranic Arabic Corpus, that breaks it down into some detail, a major piece of work that breaks the verses of the Quran and also gives them in order of revelation, so that one can see the changing message, you can see which are the transitional verses of the Quran that are changing the society of the time, and which are the ones that are absolute, and it's those the differences between those verses that are often misused by those that try and distort Islam for their own ends. يواجه كل من يكتشف بعد بحث جدي أن هناك علاقة عضوية مترابطة بين آيات بينات قرآنية مسطورة وبين آيات أرضية وسماوية منظورة. يواجه دوماً بتساؤل حول العلاقة بين العلم التجريبي والقرآن الكريم. فهناك فريق يرى بأنه لا حاجة لقرأ القرآن إلى البحث في هذه العلاقة من الأساس، بينما يرى فريق آخر أن دراسة هذه العلاقة تأتي استجابة للدعوة الإلهية المتكررة لقارئ القرآن إلى ممارسة التفكر والتدبر والتعقل في إشارات القرآن العلمية. ويدور الاختلاف بين الفريقين حول تساؤل واحد: هل القرآن كتاب هداية أم كتاب علم؟ حسم ريتشارد فارلي الإجابة عن علم. As a scientist, when you're dealing with scientific method, you deal with absolute proofs. So you say, you know, this does this, and I can prove it, and I can show it. So you're not likely to refer to the Quran because it's not within your scientific culture. And I think that's right. What I'm doing is approaching the Quran in a way, I've approached it in a scientific way, saying it purports to be the word of God. And these things in it are revealed to be right. And so but if I was studying the properties of polonium 210, I wouldn't have to refer to the Quran, because that isn't evidence in terms of scientific evidence, because it's not measurable other than in the context of itself. You know, we can tell it was written then and it was written by this person, or it was revealed to the Prophet Muhammad, but we can't. There's some science around the actual science of the Quran, but there's no, a scientist wouldn't say, oh, I found this, oh, and by the way, I'm using proof, the fact that it's mentioned in the Quran, because that isn't the way scientific method works. And I don't think it would have been the way scientific method worked
even in the years when there was that happy union between science and Islam. Although I think people would have opened their eyes, that Islamic scientists would have said, isn't that amazing, that awe and wonder, it's repeated in the Quran. But you couldn't use the Quran as proof, because that isn't the way science works. ويتفق عالم الجيولوجيا الدكتور فاروق الباز مع فارلي في منهجه في فهم إشارات القرآن العلمية، وإن كان يحذر من اشتطاط البعض عن جهل بالعلم والقرآن معا حين يعتبرون القرآن كتابا علميا. In general, if you think about the Quran, there are all kinds of signs in it and all kinds of indications of the importance of knowledge and the importance of investigation and the importance of seeking to know more about God's creations. You cannot take what is in the Quran as a fait accompli, as a, something that has been completed and this is it and this is all the science there is and you don't need to study anything else if you read the Quran. That can be dangerous and it's wrong. Because God has told us that I am giving you signs. I tell you, look into this. I tell you that the earth is only one. There is many other things. And the universe is expanding. There is such and such. And all of these things tells us, seek knowledge. Look at the things that God created. Look at the animals. Look at the flowers. Look at the plants. Look at the water. Look at the rain. Look at the desert. Look at all of these things that are around you. Because there are all kinds of reasons for these things, and the reasons are his own, meaning God's, but you really should learn about them as much as you possibly can. And the Quran pushes us to learn more, acquire more knowledge, because the more knowledge we acquire, the more we see the magnificence of creation. So it is whether or not people feel that there's a danger in making those connections, nevertheless, the Quran is saying make them. It's tasking us to say, look, I'm expanding the universe, haven't you seen? I'm doing this. I've built you mountains. The ground's used to shake with your feet. Of course it used to shake this earth was not hard on the surface when it was first formed. It was liquid. If you had stood on it then, of course it would have shook with you. These verses were written by someone with the eyes of someone who saw the earth or perceived the earth at its very earliest stages. And the same voice is saying, look what I have done. I have done this. This is a proof that these words are true. So that's the way I've approached it. If sometimes the science is wrong, and it really is, because we're in an age now when the science is subject to very, very rigorous proof. بقي لنا من لقائنا مع العقيد ريتشارد فارلي أن نعرف ما هي الآية الثالثة التي عجلت به إلى ختام بحثه في ثلاث إشارات علمية قرآنية وإلى إعلانه إسلامه في نهاية الأمر. لقد كان البحث في الكيفية فيما نصت عليه الآيات الثلاث هو منهج فارلي في فهمها وإبراز الإعجاز العلمي فيها، وهذا نفسه هو منهج البحث العلمي كله. من الفيزياء النظرية والفلكية في الآيتين الأولى والثانية اللتين عجلتا بوصول فارلي إلى شاطئ الهداية إلى الجيولوجيا في الآية الثالثة التي قدر الله له بها وهو دارس هذا العلم أن ينفتح له باب عبر من خلاله في اليوم التالي مباشرة كما قال إلى حيث يقع مسجد لندن المركزي بالقرب من حديقة ريجنت بارك ليعلن إسلامه. كانت رحلة فارلي رحلة ممتدة بين جحيم كتاب سلمان رشدي آيات شيطانية وجنات الآيات الإلهية بين الكتاب المسطور والكون المنظور. استغرقته الرحلة 4 أعوام ليصل متفكرا إلى الجزء 30 من القرآن الكريم ولكي يلخص رحلته إلى الهداية في 4 كلمات قرآنية رتقا ففتقناهما لموسعون أوتادا. وصل فارلي أخيرا
إلى الآيتين السادسة والسابعة من سورة النبأ. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. Indeed, yes, Surah 78, verses 6 to 7. People don't really understand, people generally don't know about mountains. The mountains and the earth float almost like icebergs. They are much lighter material than the material underneath. So they are set out with most of their mass beneath the surface, and in cross-section, they look like pegs. Now, no one would know that. Anybody looking at mountains 1,400 years ago would look at like pyramids sitting just on the surface of the earth. But in fact, their roots go down immensely deeply and create huge gravitational anomalies. The Himalayas are very much lighter than the rocks beneath them. And you can detect that lightness scientifically with gravitational surveys. هنا وصلت رحلة الآيات الثلاث إلى نهايتها. فقد آمن فارلي بأنه قد أصبح الآن من الموقنين بالمصدرية الإلهية لكتاب الله. أصبح فارلي من الموقنين لسبب بسيط، هو أنه من كان يعلم هذا قبل 14 قرن؟ When the verses concur with the science concurs with the Quran, we need to be able to say, as Muslims, be confident and celebrate that and say, look, our book says this, and you just discovered the same. Okay, we'll start it. No, I